السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. كنتمنى تتفاعلوا معنا وتشتركوا في القناة واللي باقي ما مشتركش. واليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى إطار المرجعي فيما يخص اللغة الإسبانية للمقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا 2021 ماركور ريفرنتيال. بالي بوي اكسبليكار تودو إيسو إن شاء الله بتفاصيل. أحبتي في الله، كل شيء كيطلبني بأنه إطار المرجعية فيما يخص اللغة الإسبانية ما كاينش، غادي نشرحه بالتفاصيل إن شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله يا رب. بالي هيا بنا لنبتدئ إن شاء الله في تفسير أو شرح الإطار المرجعي أو باللغة الإسبانية الماركو الريفرنسيال. بالي فيما يخص الماركو الريفرنسيال اللغة الإسبانية هذا العام إن شاء الله عندنا خمسة العناصر دائما كتكون، يعني هي الكومبرينسيون ليكسيكو اورتوغرافيا وكيكون فونتيونيس كومونيكاتيباس وكيكون الاكسبريسيون سكريتا. غادي نبداو ان شاء الله بالكومبرينسيون. شنو غادي يكون عندنا فيما يخص الكومبرينسيون؟ يعني دي لوس تيكستوس، يعني هنايا كيقصد لك كومبرينسيون يعني الفهم. فيما يخص الكومبرينسيون، فيما يخص الكونتينيدوس المحتوى ديال الكومبرينسيون، عندنا سيس اونيداديس، ست وحدات، الا وهما الاولى ادوكاسيون. ادوكاسيون هي التربيه، داخل فيها فاميليا اسكويلا اكسيتيرا، فاميليا العائله، اسكويلا المدرسه، الى اخر ذلك. اما فيما يخص الوحده الثانيه ميديوس دي كومونيكاسيون، وسائل التواصل. وسائل التواصل حنا كنعرفوا بانهم داخلين فيهم انترنت، لا راديو، تليفونو اي تودو، بالي برينسا اسكريتا، كوريو الكترونيكو اي تودو. هادوم كيتحسبوا لا تيليفزيون، هادوم كيتحسبوا ميديوس دو كومونيكاسيون. نقدر يعطيو لنا شي تيكستو على هاد الوحده هادي. اما فيما يخص الوحده الثالثه، يعني كيتكون فيها اما الايميغراسيون او لا ديسكريميناسيون او لا دروغاديكسيون، غيكون شي تيكستو فيما يخص هاد المواضيع هادوم الى كان في هاد الوحده هادي. ايميغراسيون هي الهجره، ديسكريميناسيون التمييز العنصري، لا دروغا ديكسيون هي المخدرات. اما فيما يخص الوحده الرابعه هي ميديو امبيينتي. ميديو امبيينتي هي البيئه، يعني كنهضروا على البيئه. اما فيما يخص الوحده الخامسه كاريراس اي بروفيسيونيس، الشعب والمهن، الشعب والمهن. اما فيما يخص الوحده السادسه والاخيره في هذا العنصر الكومبرينسيون هي ريلاسيونيس دي باريخا، يعني العلاقات بحال الزوجيه الى اخر ذلك، او العلاقات البشريه، للريلاسيون دي باريخا، يعني باريخا بحال ماتريمونيو، نقصد يعني بها ماتريمونيو. هادو فيما يخص لا كومبرينسيون دي لوس تيكستوس، يعني شي تيكستو غادي يتيح لكم فيما يخص امتحانات البكالوريا عنده العلاقه مع هاد تيما سادو، مع هاد المواضيع اللي قلت لكم دابا. احبتي في الله سوف نمر الى ليكسيكو اي اورتوغرافيا. شنو غادي يكون عندكم فيما يخص ليكسيكو اي اورتوغرافيا؟ كاين يعني هنايا هاد العناصر هادو، بوكابولاريو ريلاسيونادو كون لوس تيماس اريبا منسيونادوس، يعني البوكابولاريو يعني المفردات غيكونوا عندهم العلاقه بهاد كومبرينسيون، بهاد الاونيداديس اللي كاينين الفوق. الاونيداديس يقدر يقول لك مثلا الكونتراريوس او لا سينونيموس، مثلا التضاد او لا المفردات الى اخر ذلك. اما العنصر الثاني اسكريتورا دي بي و بي خي اي خو اس سي ولا سيتا، هادوم خصك تعرف يعني اري ولا اري دوبلي، هادوم كيف كتب لك مثلا دوس بالابراس و تريس بالابراس، يعني انت خصك تكون كيفاش مثلا الا قلت لك مثلا باركو، غادي نقول لك واش كيتكتب كون بي ولا او بي، يعني راه باينه الا كنت كتعرف باركو يعني كتكتب بي اوتوماتيكامينتي غتسطر على باركو كيكتب بي. ولا غادي نقول لك اسفويرثو، اسفويرثو غادي نقول لك واش كيتكتب بكون اس ريسيبيا ولا ثيتا دي ثانوريه، اوتوماتيكامينتي انت الا كنت عارف اسفويرثو كتكتب سيتا غادي تقول بانه سيتا هي اللي صحيحه ماشي اسفويرثو كون اس سي سيبيا. بالي موي بي. اما فيما يخص لتحت داروا لكم تما ترانسكريبسيون نوميروس،
قدر يجي لكم شي ترانسكريبسيون نوميروس، غادي يعطيكم شي نوميرو مثلا كبير شي شويه ولا لا شي حاجه بحال هايده بالارقام، انتم غادي تكتبوها بليتراس. بالي هادو فيما يخص الكومبرنسيون اي ليكسيكو اي اورتوغرافيا. بالي احبتي في الله، والان سوف نمر الى لا جراماتيكا اي كونخوغاسيون، داخل فيها الجراماتيكا والكونخوغاسيون. بالي فيما يخص الجراماتيكا عندنا conjugación en presente de indicativo، conjugación en el presente de indicativo يعني تصريف في الزمن الحاضر. شفناه البريتيريتو بيرفكتو حتى هو شفناه الماضي القريب، البريتيريتو امبيرفكتو دي انديكاتيفو حتى هو شفناه، بريتيريتو انديفينيدو حتى هو شفناه، الفوتورو حتى هو شفناه، الكونديسيونال سيمبل حتى هو شفناه. اي اشكاليه احبتي في الله خليوها لنا في الكومنتير. الخيرونديو حتى هو شفناه، الامبيراتيفو افيرماتيفو ولا نيجاتيفو يلا شفناه في اخر حصه في الديريكتو. موي بي عندنا اكسيونيس ابيتواليس ان بريسنتي ان الباسادو، اكسيونيس ابيتواليس ان بريسنتي ولا ان الباسادو يعني احداث اعتياديه كتعاود يعني اما في البريسنتي ولا في الباسادو. هذه موي فاصل، مثلا ملي كتقول صالير تسويلي سويلي صالير دي مثلا بحال كتدخل مع بيريفراسيس، ولكن الا بغيتي تهضر في البريسنتي ديك الفيربو اللي غايجي مورا ديك الشيء غيكون كيهضر في الحاضر، اما الا بغيتي تهضر في الباسادو شي فعل اللي غايجي في ديك الجمله مورا ديك بحال بيريفراسيس خصو يكون في الباسادو. بالي اكسيونيس بونتواليس ان الباسادو انتروديوسيداس بور ماركادوريس تيمبوراليس، يعني الاحداث بونتواليس ان الباسادو غيكونوا في الباسادو، ولكن انتروديوسيداس بور ماركادوريس تيمبوراليس غيكونوا معاهم ماركادوريس تيمبوراليس بحال مثلا اير استا مانيانا انتس بالي افي دي افي اون مومينتو اولتيمامينتي. المهم ديك ماركادوريس تيمبوراليس، ورا كل ما كل تيمبو يعني بيربال عنده ماركادوريس تيمبوراليس ديالو محدودين، خصكم تراجعوهم باش تعرفوا اوتوماتيكامين. ملي غتشوف ديك ماركادوريس تيمبوراليس غتعرف شكون غيجي موراهم، واش البريتيريتو بيرفيكتو ولا البريتيريتو انديفينيدو ولا البريتيريتو مثلا امبيرفيكتو. هنا حنايا الا جبرنا مثلا اير ما اسون ماركادور تيمبورال اوتوماتيكامين غنفكروا بانه كتجي موراه البريتيريتو انديفينيدو ولا دي اوترو مودو البريتيريتو سيمبلي. بالي موي بيان. اما فيما يخص اكسيونيس بحال اكسيونيس انتروب ان انترا بيداس ان باسادو بحال لا كونديسيون كون سي شرط يعني بسي، الا عندنا سي ماس بريسنتي ماس فوتورو، الا عندنا سي مثلا سي تينغو دينيرو كومبراري اون تيليفون نويفو، مثلا سي تينغو دينيرو كومبراري اون تيليفون نويفو، صرفت هنا الاول فيربو تينير في تينغو بريسنتي كومبرار كومبراري في الفوتور. بالي موي بيان كواندو ماس بريسنتي دي سوبخونتيفو ماس فوتورو، هذيك بالنسبه لاوراسيون كون كواندو يعني القواعد اللي شفنا في الدروس اللي فاتوا، يعني عندنا كواندو ماس بريسنتي دي سوبخونتيفو ماس فوتورو. وفيما يخص زائد بريسنتي دي سوبخونتيفو خصكم تكونوا كتعرفوا كيفاش كيتصرف حتى هو شفناه. الاسو دي اونكي انديكاتيفو، الاسو دي اونكي انديكاتيفو هذه الاسو دي اونكي كتدخل لا اكسبريسار كونسيسيون، اكسبريسار كونسيسيون ملي كيكون واحد واحد الاوبستاكولو اونكي، ولكن يعني الريال ماشي الريال، غيكون الريال كنستعملو معاه بريسنتي يعني درنا تما انديكاتيفو انديكاتيفو بيردون راه داخله فيها، يمكن يكون بريتيريتو بيرفيكتو ولا انديفينيدو ولا البريسنتي دي انديكاتيفو، ما غيدخلش فيه السوبخونتيفو ولا الفوتورو حيت ما قالوناش مثلا اوسو دي اونكي ماس سوبخونتيفو. بالي موي بيان عندنا لا اوبليغاسيون بيرسونال اي امبيرسونال، لا اوبليغاسيون ولا لا اوبليغاسيون ولا نيسيسيتاد بيرسونال ولا امبيرسونال. ملي كنقولوا لا اوبليغاسيون بيرسونال، ملي كنقولوا لا اوبليغاسيون بيرسونال كيكون فيها مثلا تينير كي ماس انفينيتيفو ولا ديبر ماس انفينيتيفو. بالي مثلا نقول لك اخيم بلوس تينيس كي ستوديار ماس،
debes estudiar más. Has de estudiar más. ولكن هادون فيما يخص بيرسونال كتدخل تما، يعني كتدخل تما برونومبري بيرسونال. اما فيما يخص اوبليغاسيون ان بيرسونال، ملي كنقول لك اي كي استوديار ماس، اي كي استوديار ماس ما كنقصدش كتكون هادي ان بيرسونال اي، فالي دي فيربو ابير اسون كاسو اكسبسيونال ان بيرسونال، فالي موي بيان. Vamos a ver los comparativos. Los comparativos, يعني los grados de la comparación, etc. مثلا superioridad, inferioridad, igualidad, إلى آخر ذلك. عندنا uso del presente de subjuntivo, presente de subjuntivo. حنا كنعرفوا الأسو دي سبخونتيفو فوقاش كنستعملوه. الاستعمال ديالو كنستعملوه في الديسيو، في التمني، probabilidad يعني احتمالات، possibilidad الإمكانيات. أوردينيس يعني الأوامر، وكنستعملوها في كونسيخوس النصائح إلى آخر ذلك. يعني كوساليس في الأسباب، كونسيكوتيفاس يعني في النتائج، فيناليس في النهايات إلى آخره. بيريفراسيس فيرباليس، بيريفراسيس فيرباليس شفناهم في الأول كيف شفناهم بيريفراسيس فيرباليس إلى آخره. لاس أدبيرساتيفاس، لاس أدبيرساتيفاس ملي كتكون pero sin embargo, vale, aunque no sino, vale, no sino que, etcétera. Anna los adjetivos y pronombres indefinidos. Los adjetivos y pronombres indefinidos. Los adjetivos o los pronombres indefinidos que tحسبوا بحال on o no, algún, alguno, ningún, ninguno, alguna, ninguna, poca, escasa, mucha, demasiada, toda, etcétera. هادو كيتحسبوا los adjetivos y pronombres indefinidos. وعندنا la voz pasiva. La voz pasiva المبني للمعلوم او المبني للمجهول. عندنا la voz pasiva تكون la voz activa. Vale? Cuantificadores el apocope. El apocope راه عندي الدرس ديالو كاين في القناه، رجعوا ليه. Vale? Uso de ser y estar y tener y haber. استعمال ser و استار و تينير و ابير. حنا عارفين كيفاش كيستعمل سير وكيفاش كيستعمل ستار و تينير و ابير. اي واحد عنده الاشكاليه عافاكم ايكتب لنا في الكومونتير. بالي. اما فيما يخص لاس بريبوزيسيونيس، الحروف الجره واضحين، كلشي واضحين. لوس برونومبريس بيرسوناليس راه موي فاسيل، هما جو تو ان نوسوتروس بوسوتروس ايوس اياس. اي لوس برونومبريس ريلاتيفوس هما que o la a la que o la a lo que o la a las que, ¿vale? A quienes, a quién, humadum los pronombres relativos. Ama los adjetivos demostrativos, na kanarfo está, este, estos, estas, ese, ese, aquellos, aquellas, etcétera. Los pronombres indefinidos, yani shfna umra maudin fuqta huma. Los adjetivos y pronombres humados. Los pronombres indefinidos son mal lejos de alguno, alguna, ninguno, ninguno, ninguna, poco, mucho, escaso, demasiado, todo, toda, etc. Según, yani, o singular o la plural, y la agilidad. ¿Vale? Muy bien. O por fin, estilo directo e indirecto en presente de indicativo. Estilo directo e indirecto en el presente de indicativo. Adon Fimayajos. الغراماتيكا اي لا كونجوغاسيون. Eso es todo فيما يخص الغراماتيكا اي الكونجوغاسيون. Vamos a ver cuatro funciones comunicativas. Funciones comunicativas هما وظائف تواصليه. وظائف تواصليه شنو كنستعملوا في هذا؟ وظائف تواصليه كيكون عندنا واحد الاكسبرسيون وكيكون عندنا الفونسيونز ديالو. كيكون عندنا واحد الاكسبرسيون يعني كومونيكاتيفو كيكون عندنا الفونسيونيز ديالو شنو كيعني. بالي الاكسبرسيونيز غيكونوا هما هادو: بريزنتارسي، بريزنتار الجين يعني باش تقدم شي واحد، انيمار يعني باش تحفزو، دار كونسيخوس باش تعطيلو النصائح، ريكومندار حتى هي، ادفيرتير دار انستروكسيونيز، بيديري دار انفورماسيونيز طلب او اعطاء مثلا المعلومات، ديسكريبير بيرسوناس اي لوغاريس يعني باش مثلا توصف الاشخاص والاماكن، ديسكول بارسيل اعتذار، اكسبريسار استادو سيفيل ملي كتكسبريسار استادو سيفيل كتعبر على الحاله المدنيه او الحاله الزوجيه، فريكوانسيا يعني التكرار، بروميسا الوعد،
غوستوس ملي كتعبر على الغوستو ديالك، اغرادو استادو دي انيمو الحاله المزاجيه ديالك، سنتيمينتوس ايموشيونس الاحاسيس والشعور، اوبينيون يعني الراي ديالك، اكويردو ديساكويردو يعني اتفاق عدم اتفاق، سوربريسا يعني المفاجاه، انتنسيون بور الجين يعني تكون مهتم بشي واحد، فيليسيتار الجين فيليسيتار ا الجين باش مثلا شي واحد نجح ولا دار شي حفله ولا شي حاجه كدير له فيليسيتاسيون، امبيتار يا سيبتار الرتاثر لا انبيتاسيون يعني مثلا شي واحد بحال تسرد لك غير لا انبيتاسيون في الفيسبوك قدر تقبلو قدر ما تقبلوش بالي انبيتار اسيبتار الرتاثر اسيبتار غتقبلو الرتاثر غادي ترفضو لا انبيتاسيون ديالو، بيدير كوسا سي فابوريس طلب الاشياء يفابوريس القيم، بيدير بيرميسوس طلب الاذن، بروتيستار احتجاج بريغونتار بور الغو كتسول على شي حاجه بريفيوس ويلدو الثمن او الى اخره، بروهيبير فالوريس بوزيتيفامينتي بروهيبير يعني ممنوعات، فالورار بوزيتيفامينتي فالي فالورار بوزيتيفامينتي يعني القيم الايجابيه فالي، هادو فيما يخص فونتيونيس كومونيكاتيفاس. باقي غادي نخدموا امتحانات وغادي تعرفوا شكون هما هاد فونتيونيس كومونيكاتيفاس، غادي نحاول ندير لكم الاكسبريسيونيس و طامبيان فونتيونيس دي كادا اكسبريسيون فالي مويبين. اما في الاخير عندنا سينكو اكسبريسيون اسكريتا تعبير انشائي، عندنا جوج العناصر، اوردينا فراسيس اي تيكستوس بينكولادوس كون لوس تيماس ميسيونادوس ان ال ابارتادو دي كومبرينسيون، عندنا الابارتادو ديال الكومبرينسيون مثلا واحد تيكستو دو كومبرينسيون عطوها لنا في الامتحان، يعني حنايا كيعطيو لنا لتحت اما الجمل غادي نضمهم كيكونوا دي سورغانيزاداس ولا تيكستوس بين كولادس يعني اوردينار فراسيس اي تيكستوس الجمل او لا تيكستوس غيكونوا مخربقين كل لو ستيماس منسيونادوس ان الابارتادو ديال الكومبرينسيون على حسب المواضيع اللي مذكورين في الابارتادو ديال الكومبرينسيون ديال كومبرينسيون اللي عندنا فوق اللي قلت لكم قبيله تي ادوكاسيون ميديو امبيانتي لا ديسكريميناسيون اكسيتيرا. اما العنصر الثاني والاخير كومبليتا او الابورات تيكستو سوبري التيماريو انتيريورمنتي سبيسيفيكادو يعني كومبليتا، اما غادي تكمل شي حاجه يكون عندك تما تيكستو غادي تكمل عليه مثلا بحال بريبوزيسيونيس و الغواسي، ولا تدير الابورار تيكستو سوبري التيماريو انتيريورمنتي سبيسيفيكادو، ولا يقول لك دير واحد تيكستو يعني كيهضر على مثلا تيما واي فلاني مثلا على لا دروغا ولا مثلا ديسكريميناسيون ولا لا ايدوكاسيون ولا لا اسكويلا اكسيتيرا، ولكن ما كنظنش راه خصكم ديروا في بالكم بان غادي يعطيكم فقط شي حاجه غادي تنظموها تكون خربقه ولا غادي تعمروا الفراغ بشي حاجه. هذا هو الاطار المرجعي الماركو ريفيرنسيال احبتي في الله بالنسبه للمستوى الثانيه بكالوريا الامتحان الوطني ان شاء الله 2021، اي واحد او لا اي وحده عندها شي اشكاليه فيما يخص الاطار المرجعي او لا الدروس باللغه الاسبانيه فمرحبا بكم، اكتبوا لي التعليق تحت الفيديو، ولكم مني اجمل تحيه، سوف اراكم في الحصه القادمه ان شاء الله والى اللقاء.